تعالك بس ماما 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 دير باكم يا ولد دير باكم صار دخانة قوية جاي يضرب الجبان عليك شوف الجبانية هاي جاي يضرب جاي يضرب حرقة والتكاتك جاي يضربون مالتوف كتلوا الناس جبانية العصابات هذا البطل أخذه ورجعها عليهم طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم ورسائلكم القصيرة على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة حول آخر المستجدات على الساحة العراقية مصادر محلية عراقية قالت اليوم بأن متظاهرا استشهد وأصيب نحو 30 آخرين خلال إطلاق القوات الحكومية الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين على طريق محمد القاسم في الجانب الشرقي من بغداد وأكدت بأن القوات الحكومية تحاول منذ الصباح تفريق المتظاهرين إلا أنهم فشلوا في ذلك بسبب التدفق الكبير للمحتجين خلال الليل وصلت تعزيزات أمنية كبيرة من قوات مكافحة الشغب وقوة خاصة إلى محيط الطريق من أجل فتحه ودفع المتظاهرين باتجاه ساحة التحرير التي اكتظت بآلاف المتظاهرين الذين قرروا المبيت في المكان حتى صباح الاثنين وذلك للبدء في تطبيق الإضراب الشامل عن الدوام استجابة لمهلة الناصرية التي منحت للحكومة مهلة حتى يوم غد وبخلافه فإن ساحات التظاهر ستشهد تصعيدا غير مسبوق في محافظة كربلاء شهدت إضرابا عاما عن العمل وإغلاقا للمدارس والجامعات تضامنا مع متظاهري الناصرية كما أغلق محتجون مبنى البرلمان فرع كربلاء بالأقفال الحديدية وبمادة اللحيم وقطعوا الطريق التي تربط كربلاء ببقية المحافظات أكو اتصال؟ نعم إبراهيم بغداد تفضل إبراهيم تسمعني؟ السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تفضل حبيب قلبي على هالأحداث اللي تصير نعم أسمعك تفضل الحكومة وين صارت دورها شنو دورها الحكومة استمر إبراهيم أقول لك دور كثير القناصات فين دور الحكومة في الوضع هذا نعم إبراهيم إذا بس نصل التلفزيون للأخير نصي ها تمام كمل لعد استمر وردنا نعرف دور الحكومة صارت الحكومة الأجنة قاعدة نعم قتل هذا بالشارع خلي العبيات تروح دم هدف ليش نعم أنا أشكرك إبراهيم بغداد كان معنا اتصال حسن أبو حسن من ذي قار تفضل أبو حسن ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله يا أهلا بك شلون الصحة شلون الأحوال الله يسلمك يا أهلا بك تفضل نعم أبو حسن هذا البرنامج وهاي الإذاعة المثقفة الواعية اللي توصل الحدث اللي ما جاي نشوفه ببقية المحطات احنا نشكركم على هذا الشيء العفو ابو حسن هذا واجبنا الله يسلمك احنا هاي بالنسبة للثورة مال تشرين ثورة تشرين
ثورة تشرين إنجازية لإثارة العراقيين، ما مختص بواحد. هذا جانب. الجانب الثاني، مرفوض أي تدخلات، أي تدخلات من كل الجوانب، من الجانب الأمريكي ومن الجانب الإيراني أيضا، هذا مرفوض، ما مقبول عندنا نهائيا. احنا ناس حسينا ببلدنا، هذا البلد ضاع، يردون نريد نطلع هذا البلد من الضيعان. ليش هذا البلد ضاع؟ هذا البلد مثقف، هذا البلد واعي، الشعب كادر مثقف وواعي، ليش هالشكل بهاي الصورة وبهاي الصيغة يضيع على أيدي، عرفت، من عدي ما لهم علاقة بهذا العراق؟ نعم. فلذلك إنه إحنا نهضنا بهاي النهضة، بهاي الثورة، حتى نطلع البلد من هذا الضيعان، لا أكثر ولا أقل. ما عندنا مشكلة من عندهم. ناس ما قدروا يوصلون البلد ويخدمون الشعب، ما قدروا، فنحون من عدة، وعندنا كادر مثقف خير من الله العراق به، كل شيء يكفي، الموجودين يكفون. فلذلك انه يتنحون من عندنا، كافي هم، هاي صار لهم سنين، 16 سنه صار لهم، وياخذون بفلوس العراق، ورفهوا ولدهم، ورفهوا عوائلهم، وعدهم املاك بالخارج. فلذلك كافي، خلوا هاي الناس تعيش، يعني شنو اللي يصير مثلا؟ نعم. يصير شيء؟ مقسمين العراق الى محافظات، هاي حصة الفلانين وذاك حصة، وهذا الشعب ضاع، المساكين، الله وكيله محمد كبير. نعم. أبو حسن، أنت من ذي قار، إذا سولفنا على التصعيد والدعوة اللي أطلقها قبل أسبوع أهالي الناصرية ولبت المحافظات هذه الدعوة. أستاذ محمد، أنت تعرف إحنا ناس سلميين، ظاهرات سلمية. أنت نعم. تعرف إحنا سلميين. نعم. أي شيء بالتصعيد مالنا خارج نطاق السلمية، هذا منفي، مرفوض. هذا مرفوض، أي شيء خارج نطاق السلمية مرفوض، إحنا سلميين إن شاء الله. نعم. أنا أشكرك أبو حسن من ذي قار كان معنا. محمد من السعودية، تفضل محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يعطيكم العافية اللي أعطيتونا فرصة. الله يسلمك، تفضل. نعلق في موضوع جيراننا. تفضل. عزنا من عزكم وعزكم من عزنا، واللي يقول غير الكلام ذا ما يدري. الله يعزك ويسلمك، تفضل. الله يرضى. بالنسبة للمليونية، مليونية مقتدى ضد الأمريكان الاحتلال، صح النوم توه يصحي، بداية الغزو كان شباب والآن شايب كهل، وبعدين هذا تنكر للجميع، الأمريكان هم اللي خلوا عندهم سلاح ومعهم أموال سيارات مصفحة ولا خود. نعم. علشان كذا بالنسبة لهذه المليونية، هذه ركوب على المتظاهرين. نعم. اختطاف للمتظاهرين. نعم. مظاهرات مقتدى، ما استفاد منها العراق من 2003 ليوم الله اليوم؟ نعم. ما استفاد منها الشعب بد، يعني صراحة خلى إن شاء الله أن العراقيين الوطنيين هابتين ويتركون الأحزاب، هذه الأحزاب، الأحزاب لو في حكومة كانت تشوفهم يا فسجون يا مطاردين في الكهوف. نعم. وصلت رسالتك محمد من السعودية. أبو علي من واسط، تفضل أبو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية للعراق. حياك الله. تحية لثوار تشرين. الله يسلمك. اللي اليوم بدأت الجولة الثالثة. نعم. من ثورتهم المجيدة. طبعا اليوم بدأت ثورتهم لأن بعد تخليص العراق من والعالم العربي من شر سليماني. نعم. بدأت الحكومة والدولة، فهي مو حكومة، سلطة، بدأت السلطة وكل مجالسها
تاخذ منحى انه اتجاهل المتظاهرين اللي قبل كانوا يهوسون على رئيس الجمهوريه انه ليش تتكلمين وراح نقدمك للمحاكمه وخلق دستوري. سكتوا. عادل عبد المهدي بعد الان يعني المده وكل المدد اختصرت وما حد قام يحكي مرشح رئاسه الوزراء. فهم ما يحكون لاسباب لانه كل ما يرشحون واحد يرفض وهم ما لاقين احد فسكتوا عليها. عبال المتظاهرين من يسكتون ما يسكتون. وهمين يعني استغرب يعني حتى لو يقول لم تستحي تفعل ما شئت بس انتم يا برلمان دوله حكومه مستقيله شعب ثائر دوام يعني متوقف وتاخذون عطله تشريعيه شنو القباحه هذه؟ رئيس وزراء اوكرانيا طاحت الطائره الاوكرانيه ومو خطا من عنده لا يمه ولا احده يستقيل وهم ولا عبالهم خذوا اجازه تشريعيه راحوا قعدوا يعني والله تعجب من البشر بعد وينكم انتم احنا مع الشعب وهذا واحد ينزع سترته وناس يعتصمون لكن الناس ما يتغيرتوا شنو؟ هذا اللي استغرب من عنده. كذلك هم يريدون يقطعون طريق امام يعني هالك العراق انا اعتبره مقتدى الصدر هو والميليشيات كين اللي تفرعت من عنده. قطعوا الطريق اليوم انه خلاص انتهت وانا متاكد وخلال يومين او ثلاثه مقتدى راح يلغي دعوته للتظاهر. طبعا راح يبررها انه ماكو امن وصار انفلات امني. بس هو ما يدري انه هو همينه مرفوض من الشعب. مثل ما هسه يودي ناس على يسوون اعمال تخريبيه بحجه انه هؤلاء يسمونهم مندسين من المتظاهرين وهم كلهم ماتوا ومعروفين بالمناطق ترى يعني. نعم ابو علي. معروفين باسمائهم ويقولون هذول من جماعه مقتدى. وعبالي نقول هذول لكن اسمح لي سيد عمر التغيير هذه اقول انه هذول هم الثوار اللي راح يبقون وهم اللي راح يغيرون العراق الان وهم راح يبنون عراق جديد ان شاء الله. والعراق والعراقيين راح يكون شيء جديد خلال 2020 ان شاء الله. وانا اجدد الشكر العفو لقناتكم الكريمه. شكرا جزيلا لك ابو علي من واسط. كان معنا عبد الله من الموصل. تفضل عبد الله. وعليكم السلام ورحمه الله. شلونك عيني؟ يا هلا بيك، تفضل. احنا نوصل سلامنا وتواملنا مع اخواننا المعتصمين في ساحه التحرير ومراق المحافظات. واحنا وياهم قلبا وقالبا، لكن عتبي على قيس الخجعلي هذا قناته وقت يقول جيوش ال ما ادري ايش يسميه هو جيوش ال نعم جوكرية يعني تقصد يتهم المتظاهرين لو شنو؟ يسميهم جوكرية. والله اعتذر لان من سماهم جوكرية اعتبر هو اللي جاي يقتل بيهم. نعم عبد الله. يراهنون نفط العراق 50 عام للصين؟ يا تاريخ. أخوي على الحق مصرهم والله الحكومة تبيع العراق يومية يعني جاءت تبيع العراق ولا تصنع لها ولا أهل الغير ولا أهل الخارج. وأنا مع المعتصمين وأقول لإخواني شدوا حيلكم ولا تراجعون وإن شاء الله نصر غريب إن شاء الله. نعم عبد الله من الموصل كان معنا. أسامة من بغداد، تفضل أسامة. أسامة تسمعني؟ عمر. أهلا وسهلا بك. أسمعك أستاذ تسمعني؟ إيه نعم أسمعك تفضل. الله يسلمك أستاذ. أستاذ أحكي على أهل أوباح اللي يصير بالبلد مالنا. نعم. يعني إحنا هسه تعبنا خلاص بعد انتهينا يعني ما بل بينا بعد صبورة شباب جات روح. يعني لا متى نظل هيك إحنا؟ لا متى؟ يعني كافي ملينا والله العظيم ملينا. يعني أنا أسألك وياك يعني من صرت لحد هسه يعني كل شيء ما كاسبين أبد. أبد كوش ما كاسبين زين وملينا والله العظيم ملينا من هاي الوضعية حيل زين. نعم. إلى متى يعني إلى متى كافي 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 هسه راح نظام البائد يقول نظام البائد راح غير رأيي. نعم كافي بزعنا والله بزعنا هاي الشباب جات روح إحنا شبابنا نتدمر قضينا شبابنا كله هيش ما مرد غيرنا انه اللي يصير الافضل لحظه شنو الافضل هسه ماكو شيء افضل
ملينا والله العظيم ملينا. يا رب العالمين اعطينا صبر والله ينصرنا على الظالمين اللي يجون يدمرون بلدنا. زين تعبنا من بلدنا يعني ياهل يجي قام يطبيه وهالبلبلات كلها من بلدنا. نعم. ياهل يجي من هنا يحط يعني بلاوي بلاوي والله العظيم ملينا. الله يعين النصر قريب ان شاء الله. الله ان شاء الله. دوام الحال من المحال. الله موجود. ونعم بالله ونعم بالله. ان شاء الله ان شاء الله كريم. الله كريم. أشكرك. وانا اشكرك استاذ. الله يسلمك ويخليك. اسامة من بغداد كان معنا. سعد من السعودية. تفضل سعد. الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك يا اخوانا المقدم وبارك الله في هذه القناة المباركة. الله يسلمك. وانا اقول وعينا وابتدينا ما هو انتهينا. الله يسامحك يا اسامة. الشعب الحين ويقول لك وعينا وابتدينا. انا بس عندي كلمة واحدة للحكومة هذه وللحشد الشعبي. اسمعوا وش قال خليفة سليماني كرم إن شاء الله العراقيين الشرف عن هذه الأشياء وعن هذا الكلام اللي يقول. تدرون يا حشد يا عصابة القتل والإجرام إيش قال خليفة سليماني عندما وقف على الجثة حق سليماني؟ يقول أنا لقد حذرتك من هؤلاء، هؤلاء باعوا أوطانهم. اسمعوا وش يقول خليفة سليماني عنكم وعن عن الحشد وعن هذه العصابة المجرمة. لكن والله لا أنتوا ولا حشد الحشد هذا ولا العصابات هذه جالسة، وإن شاء الله إن شاء الله بأمر ما تنمعينه أن الشعب هذا منتصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. سلام من بغداد. فضل سلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك. حيا الله قناة الرافدين وحياكم الله. الله يشهد عليك. يا هلا بك. الله يسلمك. ألف تحية وإجلال إلى ثوار قال ثوار تشرين. وإن شاء الله ندعو العراقيين جميعا إلى الالتحاق أغلى يعني أستاذ عمر وقفة وطن هذه تعتبر. نعم. فيا أخوان اللي قاعدين ببيوتكم أخرجوا جميعا إلى بعد ما عدنا أمل غير هاي الثورة والله. زينوا. نعم. إنو الثوار يعرفون عدوهم من عدوهم من يوصفهم بقتلهم آلاء القتل. زين إذا تسمح لي. نعم. أريد أوجه رسالة للسيد خلال قناتكم الكريمة. المن رسالة توجهها؟ المقتدى. تفضل. أنا أقول له يا هذه تظاهرتك اللي دعيت إلها أنت راح تدخل هنا فتنة ويعني قد تراق دماء وقد تستشهد من خلال تجميع لأن الأحداث لأن المجرمين الآن كلهم يدخلون يجون وياك تظاهرتك المليونية ويدخلون إلى سحب هذا قد يحصل في تحت التحرير يعني وانت راح تكون المسجد حمل كل اللي راح سيد مقتد. اما اذا انت ما تقدر تلغي هاي التظاهرة انا ادعوك ان تلغيه بس اذا خامنائي تخاف من الخامنائي يا اخي على الاقل غير مكان غير مكان يا سيد مقتد قاعد بايران ومسيطرين عليك وتخاف اذا غير دولة اطلع. والسلام عليكم وشكرا. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يسلمك. سلام من بغداد. كان معنا أبو حسن من بغداد أو من واسط. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا أشكر قناة الرافدين على هذه التغطية الخاصة. الله يسلمك ويخليك. وأشكر الكادر مالتين. نعم. أنا بس أتابع على شغلة واحدة. تفضل. الجنينة من 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 16 سنة هي شنو الجنينة من الأحزاب هاي. والله ملينة. كفيلك الحسين كفيلك الله. ملينا ملينا عمي داروا على الغربية أذوها هسه داروا على الجنوب أذوها أعرف العصابات أنت الله يخلصنا منها إحنا ملينا كفيلك الله بس عتبي على شغلة واحدة عتبي على إخواننا وأشقائنا الدول العربية ليش تعوفنا خلينا بيد أمريكا وبيد إيران وتأذينا وهيج وين إخواننا السعوديين وين إخواننا الخليج ليش هيك يخلونا هيج كنا بذاك النظام خلونا يعني والله نصر عليه ألف رحمة على روحك صدام حسين على الأقل عيشتنا بكرامة والله العظيم بس أنا عتبي على يمن عتبي على هاي الأحزاب ليش هيك ليش تكفر الشباب هاي شنو ذنب هاي الشباب والله طالب وطن يعني شنو كفر من طلب وطن من حق عراقي غيور يطلب وطن مل يعني هالسنة
يعني 16 سنه ملوا بعد ما يستحملون الضغط النفسي ما يستحملونه. لا عيشه بها حظ، لا كرامه، لا سياده، لا هاي ظالي يماطلون البرلمان ويماطلون هذا رئيس الجمهوريه يماطل. يعني شنو ذنبنا احنا؟ ليش هاي الشباب تقتل هاي؟ بس انا شو اقول؟ انا لله وانا اليه راجعون. انا لله وانا اليه راجعون. شكرا. أنا أشكرك أبو حسن من واسط كان معنا. أبو عبد الله من لندن، تفضل أبو عبد الله. أبو عبد الله تسمعني؟ أبو عبد الله، نعم يبدو فقدنا الاتصال مع أبو عبد الله من لندن. طبعا إذا رحنا إلى محافظة النجف تم إغلاق الجسور والطرق اليوم من قبل المتظاهرين الذين أحرقوا إطارات السيارات في الطرق وواصلوا إغلاق المؤسسات الحكومية بالأقفال الحديدية، كما هو الشأن بالنسبة للمتظاهرين أحرقوا مقر حركة الوفاء التابعة للنائب عدنان الزرفي في مدينة الكوفة التابعة لمحافظة النجف. السلطات المحلية في محافظة القادسية قررت تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الاثنين بعد أن قطع متظاهرون أغلب الطرق والجسور في المحافظة وأحرقوا إطارات السيارات في الشوارع في محافظة المثنى. اعتقلت قوات الأمن عددا من المتظاهرين بسبب مشاركتهم في احتجاجات قطعت فيها الطرق والجسور، وأغلقت المدارس والجامعات للمطالبة بالاستجابة لما يريده المتظاهرون في ساحة اعتصام السماوة مركز محافظة المثنى. ردوا على ذلك بأنهم سيقومون بخطوات تصعيدية اعتبارا من يوم غد الاثنين للوقوف بوجه القمع الحكومي المستمر تجاه المتظاهرين. ساحة الحبوبي في الناصرية مركز محافظة ذي قار غصت بآلاف المتظاهرين الذين وسعوا من احتجاجاتهم في مناطق متفرقة من المحافظة. أكو اتصال أبو مريم من الديوانية، تفضل أبو مريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. شلونك يا أبو؟ حياك الله، يا هلا بك. شلونكم؟ والله أقول بس المبدئية لو تتبرى من عدوم لو خلينا نشتغل بجيبنا. نعم. أقول لك المبدئية لو تتبرى من دول الشلة هاي العصابات والميليشيات. لا تخلينا نشتغل بجيبنا، في حياة ساندتهم ما معرفون وقتها حنا في هاي. نعم. وأنا أشكركم على هاي الشغلة. شكرا أبو مريم من الديوانية. من الديوانية كذلك حسان، تفضل حسان. تفضل عيني حسان، تفضل. والله نعم اللي ما تطلع بس الأخبار الحلوة. ألو، تفضل حسان أسمعك. وياك أحد محافظة ذيغار حسان نجم المسعودي أبو علي. حياك الله، حياك الله، يا هلا بك، تفضل عيني. أستاذي مشكلتنا بالناصرية، مشكلتنا الأحزاب، الأحزاب، الأحزاب. نعم. عصائب غيس يعني بس الله يخلصنا منهم وأنتم إن شاء الله. وأمريكا، أمريكا طلعت أمريكا لأنه يردون ينفذون كيف الإيرانية علينا. هاي الاخر ساحة الحبوب والتحشيدات كل الشبيرة وما يقول لك شيوخ العشائر حضرت وشيوخ العشائر تفاوضت، ماكو هيش حكي. احنا كلمتنا كلمة شعب، ما نعرف بشيوخ العشائر الا قام تشم فلس ومكاتب مال اسناد وغيره. نعم. احنا قضية شعب نريد ان تدخل احزاب الزين، الاحزاب، الاحزاب ما نريدها. نعم. الوضع هسه ابو علاوي، هسه انت بالناصريه مو هسه؟ ناصريه وهسه شفت بالساحه قبل شويه. اي شلون الوضع بالساحه؟ الوضع المتظاهرين تغيرين يعني انتظار. نعم. اي اقول بالاسماء، هادي العامري ما له فضل علينا، قيس الخزعلي ما له فضل علينا. نعم. عندك شيء تضيفه ابو علاوي؟ ما اريد غير الخد علي ولا الشباب الموجودين كلهم ما يردون. نعم. نظام رئاسي لا تخدم ولا
يكون تحصون من الشعب ورحمة الله على الواحد تحصون بشرية يا أمة محمد. وين حقوق الإنسان؟ حقوق الإنسان وين يشتموا حقوق الإنسان؟ إذا هي حقوق الإنسان صدق تجي تشوف جرائم قيس الخزعلي اللي سواها بالناصية هذا الكذب للكذب. يعني حالة مثل حسب انت هاي المظاهرة مال المليونية كان متشارع عليه يعني من القتل سليماني يكون طلعون المظاهرة على روح سليماني لا على روح اللي جابه اللي احنا الشيعة انخدعنا بيران من الالفين من الالفين فبيران الى عند الالفين و17 يلا عرفنا يرشحوا الحقيقية لا جر الحروب من بلدها تطلعها وخليها حاطين ايديهم بايران. شوف اليمن ايش طاير بيه، شوف سوريا ايش طاير، شوف لبنان ايش طاير بيه. يعني هم قالوا لنا قبل دخلونا عندهم حرام ينتمي له وكفر والحاد. زين حزب البعث شلون بسوريا حلال وشلون بالعراق حرام؟ انا بس هاي فهمني بيها يعني. نعم حزب البعث حرام بصوره عامه، لو حلال بصوره عامه، ما يصير بالعراق حزب البعث حرام وبسوريا حلال. أحسنت بطرحك حسان من الناصرية. عمر من الكوت، تفضل عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. حفظك الله. الله يسلمك أخويا. إحنا مشكلتنا بسيطة، ما الراجل يعيش تعب وهي ثروة وهي كذا. مشكلتنا يخلون من عندنا رئيس وزراء يختار الشعب من ساعة التظاهر كل شيء ينتهي تطلع على العصابات الخائنة. ما عندنا شيء اللي تموت على مود الشباب وتهلك ناس وغالي. احنا ملينا حروب، هاي 40 سنة حروب، اللي جنينا من الحروب شنو؟ نعم. الو وياك عمر. احنا المفروض من عندنا حتى الشعب العراقي كله يطلع بالشوارع. نعم. خمسة أيام ثلاثة أيام يطلع ما يعوف في البيت يسده ويقعد بالشوارع. شك واحد بالجنوب بالغربية ما نصير منفردين. حتى كردستان احنا لا نظل صفحة جوكر وصفحة ما يسموها الدواعش وصفحة كذا. احنا ما نظل دائما موت، بس الموت هاي. وشكرا لكم. شكرا عمر من الكوت كان معنا. ابو محمد بن اربيل، تفضل ابو محمد. تفضل اخي. نعم الصوت بمشكله مع ابو محمد من اربيل. مستمرون معكم اعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقه، ناخذ هذا الفاصل ونعود اليكم. واقفين ويا اخوتنا دعم ساحات التحرير، ويعني مطالبنا وحده هي اسقاط النظام ان شاء الله وتشكيل حكومه جديده. هاي جامعات الاهليه والحكوميه، جامعات العراقيه، حبينا نوضح انه للدم الشهداء مضاع واحنا مستمرين بالاضراب، وكل احد ان شاء الله احنا على هاي الوقفه اللي نوقفها للوطن اللي هو قاعنا اصلا، ودم الشهيد ما يضيع. المسيرة الطلابية هدفها انه تصعيد الثورة، هدفها انه لازم ننتصر احنا. بالبداية كان التصعيد كان على مستوى عالي جدا، ما استجابت الدولة لهذه المطالب، حاولنا نقرر انه نكون اكثر تنسيقية، صارت اكثر بين الجامعات العراقية ككل. والتصعيد بدأ من مهلة الناصرية تقريبا اللي هي مهلة الوطن، وان شاء الله ننتصر. الهدف منها الضغط على الدولة او الورقة الضغط اكثر، وإن شاء الله يكون التحسن أكثر. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. طبعا في محافظة ذي قار شهدت مدن الغراف، الشطرة، سوق الشيوخ، قطع طرق وإغلاق مؤسسات كإجراءات تمهيدية تبلغ ذروتها يوم غد الاثنين مع انتهاء المهلة الممنوحة للسلطات للاستجابة للمطالب ومحاكمة قتلة المتظاهرين. معنا اتصال من الناصرية، سعد، تفضل سعد. سعد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نحكي على أخواتنا بالغربية. نعم.
ما جاي يساعدون انا يعني بالمرة ولا جاي يطلعوا ولا يطلعون. نعم سعد. اسمعك، استمر سعد، استمر سعد. سعد تسمعني؟ نعم. ابو محمد من اربيل يعاود الاتصال بنا، تفضل ابو محمد. نعم. هذا المنافق قاعد بطهران قاعد بايران ويصرع يطلع مضخات من العراق، الى متى صار مقتدر خليجي يطب بالعراق ويطب للمظاهرات، خليه مو يطلع من طهران وهو قاعد بطهران ويقتل الشعب بيناتهم يقتلهم بس الشعوب متظاهرين ويا استاذ عمر. نعم. ان شاء الله مسؤولين اخر ثم الحكومه المسؤولين اخر نفس معي واحد مو بالعراق وما كلهم مرجوم انتهى بالعراق ما هم مرجوم خارج. نعم ابو محمد. نعم ابو محمد، انا اعتذر من عندك ابو محمد، اكو مشكله بالصوت. نعم، معنا اتصال زهراء من النجف، تفضلي زهراء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شلونك اخوي؟ اهلا وسهلا بك، يا اهلا بك، تفضلي. اخوي بس نوه على شغله، انه احنا جيل الالفينات وجيل التسعينات جيل واعي جيل مثقف. نعم. هي طلعنا نطالب بحقوقنا اللي هي حقوقنا، البنى التحتيه للعراق، أريد مدارس، يعني هسه أبسط شيء التعليم فاشل بالعراق، بعد المستشفيات هماتين ماكو بيها خدمات صحية، يعني الشخص من يجي يريد يدخل مستشفى يا أما يدخل مستشفى أهلية على حسابه يا أما يموت. إحنا جيل واعي وجيل مثقف، ما نسمح لأي جيل يعني سبقنا أو يقول عنا إنه إحنا جيل يتمرقص، جيل ما يعرف يعني إيش يريد. أتمنى إنه العراق يوقف على حاله. إحنا هذا الجيل القبلنا جيل الثمانينات والسبعينات، أنا هاي شغلة كلش انضوجتني، إنه وين ما ألتقي بأي شخص جيل سبعين أو ثمانين يقولون إنه أنتوا جيل فاشل، جيل مو واعي. لا مو الكل، لا تظلمينا إحنا. لا ما أظلم أنا، بس الأغلبية يقولون إن إحنا جيل فاشل، جيل مرقع. احنا اذا ما حيينا الثوره بهاي الطريقه، اذا ما كنا ايد وحده، اذا ما توحدنا ما راح يصير الشراب، والثوره اذا انخمدت، وانطفت نيران الثوره هسه، اذا ما استمرينا وخلينا ايد بايد زين راح يكون العراق ويرجع للاسوء وما راح تحصل شيء. وانا طالبه من طالبات الجامعات العراقيه زين ومن النجف تحديدا. نعم. احنا مستمرين بالاعتصام وما جايين نداوم ايد بايد، بس اكو بعض الطلاب اتمنى انه هم يطلعون. نعم. ايد بايد، يعني احنا لازم نبقى ايد وحده. نعم. لازم نبقى ايد وحده يا عراقيين، اصحوا كافوا تناموا نعظموا الوكلنا انباعت حقوقنا، شنو ذنب الفقراء، شنو ذنب اليتامى. اتمنى من كل شاب من كل شابه من كل ام من كل اب من كل حتى الاطفال، اتمنى انه يباعون الحال العراقي جاي يصير بي ابسط شيء. احنا حقوقنا ما جايين نحصلها، ابسط شيء عندنا النفط هذا ليش يعني احنا هاي حصتنا احنا بالعراق. لازم يكون ايد وحده، لازم يتوحد، لازم العراق يقوم على اهله. وبالاخير ما يليق بالعراق الا الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه وكل هاي السياسيين كلهم بس يبوقون يصعدون على الكراسي يبوقون، وما هم الفقير، ما هم الفقير. نعم. شكرا زهراء من النجف كانت معنا. عندنا اتصال لو نكمل. حسن من النجف، تفضل حسن. حسن تسمعني؟ ابو علي تفضل عيني تفضل. الو. نعم اسمعك، تفضل. الو اسمعك. شلونك حبيبي؟ يا هلا بيك، تفضل. اخ واحد اسمه ديوانيه
شلون؟ الو اي اي تفضل. احترف لي يحكي بلا كان من الديوانيه. اي شبيه اللي يحكي عملوا قيس الخزعلي واللي يحكي للحشيد. والله لو مو الحشيد ما ظل قاعد البيت لا هو ولا مرته ولا اخته. معني بالك يمي ويدخل الحشيد في المظاهرات ويدخل الحكومه في المظاهرات. زين القايمين هم بالشوارع يحركون في الشيزة تارات بالشوارع. شحصلوا في اربعة اشهر صح ولا احنا شفنا حسن انت يعني اسمعك 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 يعني انت شنو اللي اللي يحرق لي تاير بالشارع يعني ماشي الشارع نص ساعه وخلاص زين راح اسالك انا السؤال تمام حسن انت مضوجك شخص حكى وانتقد شخصيه معينه او فصيل معين ومضج على حال العراق صار له 17 سنه شون بوغو نهبو مو انا اشوف حال العراق شوف انا 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 ادرب هاي الوضعيه وادرب حال العراق وادرب الحكومه يعني نعم زين العدليه منو الاهم منو الاهم ماشي ماشي حسن مو انا وياك والله وياك ياهو الاهم ياهو الاهم العراق لو الاشخاص هذا احسان من الديوانيه بس قدعني وشاد ما يعني شيء ياهو الاهم العراق لو الاشخاص لا هو هذا من يقول لك وانا والله يقول لك طالع مظاهرات كثير وشوف الديوانيه ونجف ولي على باقي المحافظات محتركه يا ابي يحرقون والله تيارات بالشوارع مظاهرات سنيه شنو انت تبين على مظاهرات الحالق له تاير متباهي نعم لا شو تريد؟ صحيح ولا لا؟ اقول لك على الحالق لا شو تريد؟ على الدوله وانا انت صار هو ما تشوف الشارع طالع انا شو فاديت من عنده بس فهمني يعني هو طالع مظاهرات كيف راح يطالع الثاني؟ زين اسالك سؤال الستمية وشوية الستمية وشوية اللي استشهدوا من قتلهم؟ وين؟ من قتلهم؟ وين استشهدت؟ اللي بساحل التحرير اللي بالناصرية اللي بالبصرة استشهدوا يا عم ما يا عم أشوفهم يعني كلمة المظاهرات أنا أحكي لك يعني من داخل أنا كلمة المظاهرات أتاق المظاهرات نهائي طاش على طول كذا يعني حتى تجهز السالفة هذا أعطونا مجال نعم المرجعية وفاش. المرجعية ويا التظاهرات تنكرها تنكر هذا الشيء أنا شوف أنا واحد من الناس أنا حاليا أقول لك أنا المظاهرات وأنا عراقي وأريد حقه ما كل واحد عراقي ما يريد حقه بس أنا أقول عجب يحكي للحكومة ويحكي للحشد ويحكي يا بن حشد ولا بس انت زعلان على الحكومه يعني ماشي حسن انا اشكرك حسن من النجف حسن من النجف 17 سنه الحكومه صارها تبوق البلد يقول لك ليش يحكي على الحكومه وزعلان ليش يحكي على بعض القيادات بالحشد مواطن يريد ينتقد يعني هم مو اله احنا ظلينا ونظل احنا نعظم بالاشخاص هو بشر ليش انا اعظم به طبعا احنا بالبرنامج ما نقبل اي تجاوز على اي شخصيه بس انا ليش ما انتقد من حقي انتقد اي شخصيه لا عيب ولا حرام متهم بسرقه متهم بملفات فساد ان كان هذا العامري كان وزير النقل مو كان وزير النقل مو متهم بملفات فساد بمليارات الدولارات لو لا مو متهم قيس الخزعلي بملفات فساد وبقتل متظاهرين لو لا ليش احنا نزعل الرجل طلع انتقد انت ليش ضايج على فلان وعلى علان ضوج على العراق ضوج على دم الابرياء اللي يوميا ينقتل الشاب والشابة والناشط والناشطة والطبيب هاي ما يضوجنا يعني نظل احنا نأله بالاشخاص ننفخ بيهم وهم ولا شيء كافي عاد خلينا مع العراق خلينا مع الشعب كافي احنا والله فلان تاج الراس وفلان ما ادري شو ماكو تاج الراس بس العراق هو تاج الراس الباقي كلها بشر انا وانت واي واحد احنا بشر العراق هو تاج راسنا فاحنا كافي عاد الى متى واذا انتقد يعني شنو هو بشر حالي من حالك نعم عالي منين ابو سجاد من بغداد تفضل ابو سجاد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله شلونك عيوني يا هلا بك شو صحتك الحمد لله الله يسلمك تفضل حبيبي احنا ما حد اذتنا غير الاحزاب وما حد اذانا غير هاي البيوت
الخزعلي وما الخزعلي، هسه البري هذا مساعي يحكي يقول الخزعلي والخزعلي. الخزعلي هو مجرم، مجرم، هو مجرم، هو جماعته وكل الاحزاب، كل الاحزاب سووا باخواتنا السنه، سووا بهم، عرفت؟ ها هاي الشهداء، هاي الشهداء 725 الف، وهاي هاي كل الشهداء انا من مدينه الصدر لحاشيتي. نعم عرفت؟ هسه اللي بره هذا يقول لك هذا هيك وهذا هيك وهذا هيك، والله كلهم مجرمين وكلهم خونه وكلهم ايرانيين. هاي ايران كلها ايران، هاي ذيول ايران، عرفت؟ نعم. بس هاي ناس من حبه والله جابهم علينا نغمه، عرفت؟ بالله العظيم كلهم ناس مجرمين. تقتل لك طفل عمره 16 سنه 17 سنه وهسه يقول لك انا يوم شو اسمه الخزعلي وهاي الامور ما يمشي. لا اخته تطلع ولا مرته، وجاب اخته ومرته وجاب هاي، عيب عيب. احنا عراق، عراق عراقي، انت شنو؟ عراقي عراقي. نعم. تمثل عراق، مو تمثل ايران وتمثل غير دوله وغيرها، انت عراقي. ذي سوريا صار بيها. نعم تفضل. سوريا تشرفك، سوريا هسه يعجبك الوضع مال سوريا؟ اليمن ها؟ نعم. شنو عود على الاساس؟ لزمتنا الاحزاب يسيطرون علينا؟ شرفك انت تقبلها؟ نعم. انت الشعب العراقي يقبلها؟ لا اكيد. انا عراقي، انا عراقي، انا امثل عراق. انا هسه وين ما اروح الف رحمه على صدام حسين بهذا اليوم. هسه العالم تترحم له عني، كانت قيمه للعراقي، مخلي قيمه للعراقي. كل الفساد والهاي والامور كلها من هالحكومه هاي الفارق. من المالكي وانت الجو كلها ساقطه. نعم كلها ساقطه والله العظيم. ما تريد لك واحد شريف ماكو. نعم ابو سجاد من بغداد كان نعم ابو سجاد من بغداد كان معنا. علاء من الناصريه، تفضل علاء. الو تفضل اخي. الو نعم اسمعك تفضل. علاء. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، تفضل. السلام عليكم. اسمعك اخي. وعليكم السلام، تفضل. وياك علاء مسعود المحمداوي من اهالي الناس الظاهرين والبارزين على الصراحة ان شاء الله. حياك الله يا هلا بك، تفضل. اخويا بس بسألك سؤال، انا اللي ادري بالحكومة اذا طبقت الحكومة الشريفة النظيفة تنعش الاقتصاد وتنعش التجارة والزراعة والصناعة، صحيح ولا لا؟ نعم. ذولا اجوا للبلد لقوا المستشفيات بيها اكل وخدمات صحية. شالوا الاكل، شالوا الخدمات، انتهت هاي وحدة طحنها. اجوا للشعب لقوا يستلم بطاقة تموينية 12 مادة. نعم. شالوا البطاقة التموينية خلوها ثلاث مواد وكل شهرين مادة، هاي انتهينا منها. نعم. عزلوا شكوا مصنع وشكوا معمل بالمحافظة بالصورة عامة. وخلوا المصانع والمعامل الإيرانية هي اللي تنتج وتبيع العراقيين. زين أسألك بالله، هو دولي ابن بلد مثل عبد الكريم قاسم، مثل احمد حسن البكر، مثل غيره، مثل غيره. الثانيه الثانيه مين هاي الميليشيات؟ ليش الخزعلي جايبتنا هسه البارز يسكونها بالليل او الصبح او الظهر؟ يعني انت تنزل لهذاك يعني ما مامن عليك شرفك. هذا الشيء او خدمات يعني ما مطالبين باكثر من هذا. الثانية. نعم علاء. أنا أشكر أسمعك، أنا أشكرك، رسالتك وصلت علاء من الناصرية. لينا من الناصرية، تفضلي لينا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. من واسط. أحسنك. نعم يا هلا بيش. من واسط. تفضل عيني. أستاذ العزيز، يعني أنا قبل شوية شفت شخص طلع يدافع عن كذا شخصيات يعني. نعم. فأحب أوجه لك كلام. انه شكو عراقي شريف وعنده غيره ما يدافع على اي شخصيه سياسيه، لانه العراق اولى
من عندهم بدفاعنا إله. يعني أنا من أطلع بالشارع وأشوف هذا يدافع عن فلان، ذاك يدافع عن علان، العراق منو إله؟ نعم منو العراق؟ يعني إحنا من طلعنا ونظاهر ونطالب بحقوقنا اللي هي أبسط شيء، ما أريد تعيين أنا خلوق على هاي الدنيا. ليش الشمال شوارع نظيفة، خدمات يعني كافة الخدمات متوفرة لهم، إذا الشمال وإذا كركوك وإذا باقي المحافظات ما عدا الجنوب والوسط لا من خدمات لا من كهرباء لا من مي، وإحنا طلعنا نطالب بحقوقنا، ما نطالبين أي شيء، ما رايدين شيء يعني خارج حقوق البشر. نعم يعني عيب عليكم، خلي شوية شوكت الإنسان يصحى، شوكت يصير عندك ضمير وتخاف على بلدك. هم منين منين يجون؟ منو اللي بالطبقة السياسية هو عراقي أصيل؟ منو اللي طلع دافع عن أي شخص توفى أو استشهد في التحرير أو غيره من هذا اللي سووها؟ ليش؟ نعم ليش؟ أنا أشكر شيرين من واسط كانت معنا. ياسر من تركيا دقيقة عندنا. ياسر تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حبيبي بلا زحمة عليك، يعني أنا جاي أشاهد المظاهرات اللي جاي تصير بالعراق يعني من شهر العاشر ولحد هذا الشهر. نعم. أثبتت هسه حاليا الحكومة اللا عراقية بأنه ولائهم مو للعراق. شنو السبب اللي إحنا هسه أنا وغيري قاعدين بتركيا وقاعدين بمصر وقاعدين بغير دول؟ شنو السبب؟ سبب الميليشيات، سبب العصائب اللي حضرت جناب حسن قبل شوي كان يدافع لهم، سبب الميليشيات اللي دمرونه، دمروا البلد. نظروا للمتظاهرين كافي عاد؟ كافي؟ ماكو يعني واحد عراقي شريف؟ شريف ماكو؟ مع الأسف يعني، والله مع الأسف عليهم. نعم. وأنا أشكركم وأشكر قناة الرافدين البطلة. الله يسلمك ياسر من تركيا كان معنا. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.